يقول قائل: إذا رحمي يزورونني أنا أزورهم، وهذا مفهوم خاطئ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا معنى واضح. إذا قطعت الرحم أنا أصل هذه الرحم، لكن والله ما يزوروني أنا ما أزورهم، هذا تأكيد لقطيعة الرحم وخلاف لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر من قطيعة الرحم، لأنها قطيعة صلة بالله تبارك وتعالى.